الداعية الهندي ذاكر نايك. بينما كان الشيخ أحمد ديدات المناظر والمحاضر الهندي والداعية الإسلامي الكبير يرقد على فراش مرضه الطويل والأخير، كان نموذج آخر للمناظر والمحاضر في مقارنة الأديان يستعد للظهور والبزوغ في بلده الأصلي الهند. وما أن توفي ديدات رحمه الله حتى كان نجم النموذج الهندي ذاكر نايك يسطع في سماء المناظرة والمحاضرة والدعوة، مستثمرا أدوات العولمة الإعلامية العصرية من إنترنت وفضائيات ليصنع ما لم يصنعه أستاذه. من هو ذاكر نايك؟